كان في كلام من كام يوم كده انه احمد الشيخ تم ايقافه في المصري، وكلام ان المصري عرض اللاعب للبيع. ايه الحكايه؟ ايه الازمه؟ احمد الشيخ احنا عارفين ان هو لاعب كبير ومميز سواء مع النادي الاهلي او مع بيراميدز او قبليهم مع مصر المقاصه. ايه اللي حصل في العلاقه بين احمد الشيخ والنادي المصري؟ نسال الاستاذ حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل كريم، صباح عليك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. اهلا بيك يا فندم، دايما مشرفنا ومنورنا. ايه موضوع احمد الشيخ؟ والله الموضوع باختصار كده ان احنا واحنا في القوه كان احمد الشيخ كان فتره التاهيل، والمدربين المسؤولين عنه ابلغوا الجهاز الفني والاداري ان احمد الشيخ متغيب بدون اذن اكتر من تدريب. فبالتالي مجلس اداره النادي المصري اخذ قرار بتحويله للتحقيق. اللعيبه زي ما ليها حقوق يا كريم زي ما عليها واجبات للانديه. طبعا طبعا، وزي ما انت بتقول كده كريم، احمد الشيخ لاعب كبير وكان اضافه في الاهلي وبيراميدز وكل الانديه اللي قبلها، فاحنا جايبين احمد الشيخ عشان يكون اضافه للنادي المصري. صح، وخاصه في الوقت اللي احنا عندنا تلاحم فيه مباريات بشكل كبير كده، محتاجين كل اللعيبه اللي موجوده. فبالتالي كنا محتاجين ومنتظرين الالتزام اكتر من كده من احمد الشيخ. فتم تحويله للتحقيق، والتحقيق هيتم بكره، وهنشوف بقى ان شاء الله نتيجه التحقيق ايه. بس نتمنى طبعا ان احمد الشيخ يلتزم ويرجع تاني لفرقته، ويكون يعني زي ما بتكلم على اللعيبه، انت مش بس تلعب لناديك، انت تلعب لنفسك كمان. صح، وللسي في بتاعك. صح، فلابد من الالتزام سواء الفني او السلوكي عشان تقدر تكمل في كارير كره القدم. لا، واحمد الشيخ كان في وقت من الاوقات من العناصر اللي بتتواجد في منتخب مصر، وانت عندك كارلوس كيروش دلوقتي بيختار اي لاعب وبيبص على كل الانديه، فانت عندك فرصه عظيمه كمان انك ترجع تاني منتخب مصر، خاصه ان هو لاعب كبير ومميز. بالظبط كده، زي ما احنا بنتكلم على طول باب المنتخب مفتوح لكل اللعيبه. فكان لابد ان احنا نسعى يعني يا احمد يا شيخ اكتر من كده شويه عشان تقدر ترجع لمستواك وتقدر تكون اضافه لكل للنادي او للمنتخب او لنفسك في الفتره اللي جايه. في رضا ان شاء الله كل خير ان شاء الله ان شاء الله. في رضا على حال المصري في الفتره الاخيره؟ مبسوطين من اداء المصري، الفرقه، الجهاز الفني، اللاعبين؟ يعني بص خليني اقول لك، احنا كنا ماشيين بشكل متوازن شويه في الكونفدراليه، كان حصلت الخساره الاخيره في الكونغو، لكن احنا واثقين فيهم وفي لعبتنا وفي جهازنا الفني، احنا ان شاء الله نقدر نعوض في المباراتين اللي هيكونوا في مصر سواء اوتوا او الاوبت، ونقدر نعدي الدور الثمانيه. الدوري يمكن احنا عندنا تعادلات كتير شويه، لكن احنا في المركز الخامس، وان شاء الله يعني بعد ما يعني احنا ان شاء الله عندنا ماتش الجيش وبعد كده هيحصل توقف، هناخد نفسنا شويه. لان احنا الفتره اللي فاتت ده كان مباريات احنا بنلعب حوالي كل 72 ساعه مباراه، فكان في ضغط كبير قوي على اللعيبه واجهاد كبير، وبنلعب بلعيبه في افريقيا ولعيبه في الدوري، فربنا يكون في عون الجهاز الفني صراحه. لكن ان شاء الله احنا زي ما عودنا جماهيرنا، احنا ان شاء الله في المربع هدفنا، وان شاء الله بناخد كل مباراه في الكونفدراليه على حده، ان شاء الله باذن الله نكون من المنافسين الاقوياء ان شاء الله على الكونفدراليه باذن الله ان شاء الله. طيب، الكلام على الكابتن معين الشعباني ورحيله عن النادي وعروض من الرجاء وعروض من انديه اخرى، الامور دي اغلقت ولا اصلا ما كانتش اتفتحت من الاساس؟ لا، هي كانت طبعا في عروض حصلت، لكن احنا كان عندنا كذا حاجة، يعني عندنا اللي احنا كان مجلس إدارة النادي المصري كان متمسك جدا بالكابتن معين ومقدره تقدير كبير، والكابتن معين الشعباني راجل محترف ومحترم ما بيسيبش فرقة في نص السيزون، وهو حابب يكمل معانا، راجل عنده سي في قوي، البطولات الأفريقية والدوري التونسي، لكن وإن شاء الله يكون إضافة معانا إن شاء الله. لكن في الاول وفي الاخر الكابتن معين معانا لاخر السيزون ان شاء الله، والسيزون اللي جاي باذن الله كمان حسب عقده. والسيزون اللي جاي ما فتحش حتى معاكم اي حوار انه بيفكر يمشي؟ الكلام ده لم يطرح. ما فيش حاجه يعني تعكر صفه العلاقه، الحمد لله. عظيم. وان شاء الله تكلل مجهوداتهم بقى ان شاء الله ببطوله باذن الله. يعني هل هو من دلوقتي مثلا قال لك انا ان شاء الله من الموسم اللي جاي هبقى محتاج مراكز معينه، شغل من بدون اسماء حتى بدا يتكلم معاكم في هذه الامور؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه واحنا بنجدد. محتاجين خطه كامله قبل ما نوصل لفتره الانتقالات ان شاء الله، نكون مجهزين احنا محتاجين مين. صح. هو مين هو مش محتاجه في الفرقه عشان نبتدي نشتغل. احنا عايزين نحقق بطوله مع الكابتن معين، فبالتالي محتاجين احلال وتجديد ان شاء الله يحصل،
الناقص اللي عندنا ان هو فراره، وان شاء الله باذن الله يكون لعيب على قدر المستوى تؤدي اداء يليق باسم نادي مصر ان شاء الله. بيفرق معايا جدا جماهير بورسعيد ورايها في المدير الفني او رايها في حال الفريق. انت لامس رضا جماهير بورسعيد على معين الشعباني ولا حاسس العكس؟ لا طبعا، الكابتن معين من وقت ما وصل وهو بيتمتع بحب الجماهير والتفافهم حواليه، وبيبان كده كتير قوي على ما يبقى موجود في بورسعيد وعلى السوشيال ميديا، وهم واثقين فيه واثقين في امكانياته وواثقين في تاريخه كمدرب طبعا وكلاعب طبعا، وهم حاسين ان شاء الله ان هو ممكن يحقق لهم بطوله باذن الله مع نادي مصر باذن الله. سيادة النائب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات.